دعت مجموعة أصدقاء سوريا المعارضة السورية لحضور مؤتمر جنيف 2، ودعت المجموعة الائتلاف السوري المعارض للرد بالإيجاب على الدعوة الأممية لتشكيل وفد المعارضة والمشاركة في العمليات السياسية. في ظل انقسامات حادة يشهدها الائتلاف السوري المعارض بشأن مشاركته في مؤتمر جنيف 2 الذي سينظم في سويسرا اعتبارا من 22 يناير الجاري، عقد اجتماع أصدقاء سوريا في باريس بحضور رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربة ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن والولايات المتحدة وتركيا. وأعلن الجربة في ختام المباحثات أن المجتمعين اتفقوا على أنه لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد في الحكومة المقبلة. إن تنحية الأسد عن أي مشهد من مشاهد مستقبل سوريا باتت أمرا محسوما بقرار واضح صيغة بإجماع الكور جروب مجتمعين من دون أي تأويل أو أي التباس. أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيس فقد أكد أن الهدف من عقد مؤتمر جنيف تشكيل حكومة انتقالية لسوريا وتلبية تطلعات الشعب السوري، ودعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيس إلى الذهاب إلى المؤتمر من أجل التفاوض والتوصل إلى حل سياسي للنزاع. وحث البيان الختامي للاجتماع المعارضة على المشاركة في المؤتمر الهادف لمناقشة عملية انتقال سياسي مع تشكيل حكومة مؤقتة تضم أعضاء من النظام والمعارضة وتتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويطالب الائتلاف قبل انعقاد المؤتمر بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة وإقامة ممرات إنسانية، كما يشدد على أن مشاركته مرهونة بالتأكيد على مقررات جنيف 1 التي تنص وفقا للمعارضة على رحيل الأسد. ولم يسمح يومان من المناقشات السابقة في اسطنبول للائتلاف باتخاذ قرار في هذا الشأن، ما دفعه إلى إرجاء هذا الأمر إلى يوم الجمعة القادم. وفي الوقت نفسه ستشهد باريس مشاورات دبلوماسية مكثفة، إذ يعقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اجتماعا مع نظيره الروسي سيرجي لافاروف، وعلى جدول أعمال اجتماع وزيري الخارجية الروسي والأمريكي مسألة مشاركة إيران في مؤتمر جنيف. يذكر أن دمشق حسمت أمرها معلنة أنها سترسل وفدا إلى المؤتمر، وشدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على أن دمشق لن تذهب إلى المؤتمر لتسليم السلطة، وأكد المعلم على أن الحوار سيكون سوريا ولا يحتاج إلى تسويات أو صفقات.